بسم الله الرحمن الرحيم. شابتر 7 من الاي كوميرس. شابتر 7 بيحكي بشكل اساسي عن الماركتينج كوميونيكيشنز، طرق الماركتينج والاتصالات اللي بتصير بالماركتينج، طرق الماركتينج. اقول لك في هدفين اساسيين من الماركتينج. الاساس الماركتينج كوميونيكيشن في هدفين اساسيين منهم، اللي هو اول شيء السيلز، انه انا ازيد المبيعات او حجم المبيعات اللي عندي، ازيد حجم المبيعات بحيث انه تزيد الارباح عندي. الهدف الثاني هو البراندينج. البراندينج نقصد فيها الاسم الشركة او البراند تبعها او الاسم المنشأة او المنتج اللي انا بقدمه، بحيث انه يقوى او يصير في له قيمة اكبر لهذا المنتج او لهذا الاسم. ممكن انا ما هدفي انه انا بيع شيء بحد ذاته، لكن انا هدفي اني قوي اسم الشركة او اسم المنتج اللي انا عم بحكي فيه او سوق له. مثل مثلا بنشوف كتير اعلانات لمثلا شركة STC بتحكي فقط، ما عم تحكي عن منتج معين، بتحكي عن STC بشكل عام. ممكن نشوف اعلان عن STC مثل الحملة الاخيرة، بحيث انه بيستخدموا اشياء انسانية او اشياء اجتماعية، مثل الحملة الاخيرة لSTC اللي هي بتخص عدم استخدام الجوال اثناء القيادة. هو الهدف ما حكوا عن منتج معين ولا سوقوا لمنتج معين، لكن سوقوا واحدة من طرق التسويق بحيث انه يصير اسم STC اقوى ويظهر اكثر، وبحيث انه تكون قيمة هذا المنتج او قيمة الاسم تبع الشركة، البراند تبع الشركة يصير اقوى. الاونلاين ماركتينج، احنا عم نحكي عن التسويق الاونلاين، التسويق الالكتروني، طبعا takes many forms، في له عدة اشكال. في عندك الاونلاين ادفرتايزمنت، الاعلانات الاونلاين، وفي الايميل عن طريق الايميل، public relations العلاقات العامة، وفي الويب سايتس. هنشوف التفصيل اكثر هلا عن هدول الطرق. اونلاين ادفرتايزنج اللي هو الاعلانات اونلاين على مثلا الشبكات التواصل الاجتماعي او المواقع او الفيديو او الى اخره. طبعا عم بيقول لك حققت 37.3 بليون في عام 2012. الادفانتجز، شو الايجابيات تبعها؟ انترنت از وير اودينس از موفينج. لما انا اعمل تسويق عن طريق الانترنت، فالانترنت هو المكان اللي انا الاودينس تبعي، المشاهدين او الشريحه المستهدفه هي بتستعرض الانترنت او موجوده على الانترنت. ادفرتايزمنت تارجتينج اللي هو كمان ممكن تكون موجهه بحسب موقع معين، بحسب اهتمامات معينة إلى آخره. Greater opportunities for interactivity. طبعاً في فرصة أكبر بالinteractivity أو التفاعلية بين الـ audience وبين الإعلان أو المعلن نفسه. يكون في تفاعلية ببساطة، إذا ضغط على الإعلان ممكن يودي على صفحة المنتج اللي أنا حابب سوق له. لكن في الى disadvantages اللي هو الكوست versus benefit. احيانا بتكون اذا ما انعملت بشكل جيد، فممكن تكون الكوست تبعها عالي مقابل البنفيت اللي ممكن، يعني ممكن يكون مو عالي جدا او العوائد ما تكون عالية جدا من هذا البنفيت. How adequately measure results. كمان صعب انك انت يعني بدقة معينة انك انت تحصر النتائج تبعها او تقيس النتيجة تبع هذا الاعلان. يعني في صعوبة انك انت كم مشاهد للاعلان، كم واحد اشترى، كم واحد مثلا استفدت منه، او شو القيمة للبراندينج اللي ضافت ليها هذه الاعلانات. Supply of good venues to display ads. كمان من السلبيات انه كيف نلاقي الطريقة المناسبة لعرض هذا الاعلان. يعني شو الطريقة اللي انا بدي اعرض فيها اعلاني، شو افضل طريقة لاعرض فيها الاعلان. هذا هو واحدة من السلبيات. ركز على الادفانتجز والديسادفانتجز. طبعا انا بحكيك هون قديش عم تشكل، قديش قيمة الاعلانات اللي صارت خلال السنوات. مثل ما عم نلاحظ
يعني نسبتها بصعود كبير دائما، كل سنة في تزايد. هذا كمان مهم، الـ forms of online advertising، كيف طرق أو أشكال من الإعلانات في الأونلاين. display ads، عرض الإعلانات. rich media، rich media بيقصدوا فيها طبعا في أنواع كثير من rich media. أحيانا بتكون تدخل على موقع معين وهم بيطلع لك صفحة كاملة بتغطي تقريبا أغلب الموقع، وبيكون فيها نص، وبيكون فيها ممكن يكون شوية فيديو، ممكن يكون فيها صفحة معينة، إعلان كامل بيظهر لك، مثلا إعلان سيارة أو إعلان شركة اس تي سي كذا أو زين، بيظهر لك على كامل الشاشة مثل ما احنا شايفين ببعض الأمثلة ببعض المواقع، مثل موقع كورة دوت كوم مثلا، بيطلع لك غالبا بيتبعوا هذا الأسلوب، تكون داخل على صفحة وبيطلع لك صفحة كاملة بتغطي لك المحتوى، وبيكون فيها ريتش ميديا، بيكون فيها فيديو وصوت، احيانا بيكون فيها تفاعل كمان. الفيديو ادز مثل ما عم نشوف هلا كثير شفناها على اليوتيوب، بنكون شغالين واحيانا وفجأة ممكن يطلع لك، او اول ما تشغل فيديو بيطلع لك اعلان اسفل الفيديو، او ممكن احيانا كامل الفيديو يكون اعلان. السيرش انجن ادفرتايزنج اللي هو تبحث عن شيء معين، بالاول نتائج بكتب لك انه سبونسرد او ادفرتايزد ريزولت، اللي هو اول نتائج تكون اعلان مشترينه الشركه او دافعين قيمته الشركه، او على اليمين ممكن يطلع لك مثلا على يمين البحث او على يساره حسب اللغه اللي عندك، ممكن يطلع لك كمان مربعات بيكون فيها اعلانات. الموبايل اند لوكال ادفرتايزنج، كمان الاعلانات عن طريق الموبايل. السوشيال نتورك ادفرتايزنج كمان، هي يعني كمان صرنا نشوفها كثير، ممكن عم تعمل سكرول بالتويتر او فيسبوك بيطلع لك سبونسرد بوست، وبتشوف شو اعلان معين، تلاقي فجأة انه هو اعلان عن منتج معين او شركة معينة. كذلك الامر بالجيمز، بالبلوجز، بال المدونات الى اخره. السبونسر شيب، هذا البرنامج برعايه كذا، هذا مثلا هذه الصفحه برعايه كذا، هذا الموقع برعايه شركه فلان الفلاني، هذا هو السبونسر شيب. الريفرالز اللي هو شفناها الاحالات، يعني انه الشخص اللي بيبيع عن طريق الشخص وبيعلن له عن هذا المنتج. الايميل ماركتينج اللي هو التسويق عن طريق الايميلات، يجيكم اكيد الالاف من الايميلات، اذا بتشوف السبام عندك بتشوف الاف الايميلات اللي هي كلها اعلانات. الاونلاين كاتالوجز اللي هو يعني مثل ما مواقع بتقدم لك انه مثل مكتب جرير، قبل ما يكون عندها الاونلاين سيلز ما كان عندها اونلاين سيلز، لكن كان في عندها كاتالوج، بتفتح الكاتالوج بتشوفه اونلاين، فبالتالي هذا بيسوق له لمبيعات وبتروح تشتري هذا المنتج. حاليا ضافوا الاونلاين سيلز كمان، هدول يعني اي تعداد بالاي كوميرس بشكل عام نركز عليه. display ads، كيف طرق عرض الاد. من ضمن الطرق هو البانر. البانر ادز هو البانر، هو يعني تقريبا شيء نفس الحجم، المفروض هي صفحه الانترنت، شيء بانر مثلا هيك مستطيل بيكون على الصفحه او على اليمين بهالشكل، ممكن يكون مثلا على اليمين او على اليسار حسب اللغه تبع الصوت. بس كنت عم جرب الصوت، ان شاء الله يكون الصوت هلا اضبط من المرات الماضيه. منتابع البانر may include animation. animations يعني اشياء متحركه، صوره متحركه، مثل ما شفنا بنشوف كثير بانرات ما فيها صوت ولا فيها فيديو، فيها animation، صوره بتفوت وكلام بيطلع مثل الفلاش، مثل الأشياء اللي معمولة على الفلاش. link to advertiser website، يعني مجرد ما تضغط عليها ممكن توديك لموقع المعلن أو منتج معين أو صفحة معينة هو حابك تشوفها. can track user، هاي الإعلانات فينك ناخد تقرير معين عن هاي الإعلان أو عن نتائج الإعلان، كم شخص ضغطوا عليه، من أنو أي بيات، شو المصادر الأي بيات اللي ضغطوا عليه، كم مرة انضغط عليه خلال اليوم، خلال الأسبوع، يعني فيني أخذ شوية تقرير. الـ IAB Guidelines، أنا ما بعرف ليش بالكتاب مو جايبين أي سيرة الـ IAB. الـ IAB هو تحالف من شركات رائدة بموضوع الميديا وموضوع الإعلان إلى آخره، اجتمعوا مع بعض وكونوا
الاي اي بي اللي هو الانتراكتيف ادفرتايزنج بيورو جايد لاينز، مثل ديوان يعني الاعلانات اللي فيها انتراكشن. اتلقى مجموعة شركات مع بعض، اجتمعوا مع بعض وصاروا يحطوا جايد لاينز للاعلانات، كيف طرقها، شو المدة، شو المساحة، شو افضل طريقة الى اخره. فكان في ستاندرز معينة للاي اي بي، اللي بده اكثر معلومات ممكن يدخل على موقعهم iab.com، وفي عندهم عدة معلومات عن موضوع الادفرتايزنج وطرق الاعلان. كمان عندنا البوب اب ادز. البوب اب يعني نافذه مبرقه، بترجموها بالعربي انه انت تكون شغال على شيء معين، بيطلع لك نافذه، مثل ما هاي الاعلانات كثير بتزعجنا، تكون شغال على شيء بيطلع لك نوافذ 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 كثير وكلها فيها بتحتوي اعلانات. appear without user calling for them، يعني بتطلع لك بدون ما انت تطلب. provoke negative consumer sentiment، بس شفت لفظ الكلمة sentiment مو sentiment، عفوا sentiment اللي يعني هاي الجملة معناها انه تستفز مشاعر الكونسيومر، احيانا تكون مزعجة واحيانا تكون يعني لها اثار سلبية. twice as effective as a normal banner ads، الى اثر عن البانر العادي مرتين، لانه احيانا انت كثير بتضطر تضغط عليه مشان يعني ما بتعرف من وين تسكره هذا البوب اب، وبتضطر تضغط عليه وبتروح للصفحه المطلوبه. بقول لك انه الى اثر مرتين، لكن انا بشكل عام مزعجه، يعني انا ما بحبها ابدا للبوب اب. إلى أثر سلبي، ما أعتقد أنه إلى نتيجة إيجابية بشكل عام يعني، لكن ممكن في كثير ناس من للأسف ما بتعرف كيف تسكرها، بتضطر تضغط عليها، أو بعض الكلمات قد ربحتها 100,000 أو ربحتها مليون، أنت الزائر رقم كذا ربحت، يعني كلها بتعتمد على جمل خداعة مشان الناس تزور هاي الصفحات ويعني يحققوا الهدف من الإعلان. لكن اعتقد الوعي صار اكبر بالنسبه لهذا الموضوع. عموما عم بيحكي عن الريتش ميديا ادز، عامل لك يوز فلاش والاتش تي ام ال 5 جافا جافا سكريبت، يعني صفحه بيكون فيها فلاش، بيكون فيها اتش تي ام ال جافا يعني جافا سكريبت، بيكون فيها عده يعني لغات برمجه او عده مصادر للميديا. 5% من المصروفات اللي بتصير او الصرف اللي عم بيصير على المصاريف اللي بتصير على الاعلانات عم تروح للريتش ميديا. tend to be more about branding، اكثر هي يعني بتعتمد على البراندنج، مو لمنتج معين، لا لتعزيز براند معين او لتعزيز اسم شركه معينه. post brand awareness by 10%، يعني بيرفع لك الناس انه تعرف تتعرف على منتجك او تنتبه لمنتجك اكثر بنسبه 10%. far more effective than banner ads، الى طبعا نتيجه افضل بكثير من موضوع البانر فقط. هي من نوع الانترستيشال اللي هو يعني اعلان بيني، بتكون انت عم تتصفح صفحه مثل ما حكينا، عم تدخل من صفحه لصفحه بشكل عادي، عم تتصفح موقع فجاه بيطلع لك صفحه كامله وبيعرضوا لك الاعلان تبعه. فول بيج اد بتوين ويب بيجز، بتكون عم تتصفح بين صفحه وصفحه وبيطلع لك هذا الفول بيج وبيحكوا لك، اللي بيحطوا لك الاعلان لمده 10 ثواني 5 ثواني 15 ثانيه، بعدين بتروح بتختفي. الفيديو ادز fastest growing from او form of online advertising، اللي هو الشكل الاكثر نموا بطرق الاعلان. الاي اي بي ستاندردز اللي حطوا ستاندرد لهذا الاعلانات الفيديو، قالوا لك انه في من انواع، في لينير فيديو. اللينير فيديو اللي هو بالشكل بيجي مثل هالطريقه، بيجي مثلث هيك تقريبا، وبيكون في هون فيديو، بيكون هون في فيديو، بيكون هون في اعلان، هذا من نوع اللينير. لان لينير لا، طريقته بيكون ممكن يكون مغطي تحت بالكامل الفيديو، او ممكن يكون بالكامل على كامل المحتوى يكون طالع الاعلان على كامل الفيديو. الان بانر فيديو مثل ما حكينا انه بيكون الفيديو او
انت عم تحضر فيديو وفي بانر او عم تشوف موقع، او كمان بانر جاء داخله، داخل البانر هذا في فيديو بنعرض، وان تكست فيديو كمان نص بيطلع على الفيديو اللي انت عم تشوفه، نص اعلاني بيمرق فقط للاعلان. طبعا في سبيشالايزد فيديو ادفرتايزنج نتوركس، في شبكات مختصه بالاعلان، اعلان الاعلانات الفيديو، مثل ريتيل سايتس ار لارجر يوزر اوف فيديو ادز، يعني اكثر ناس اللي بيشوفوها ان اكثر ناس بيستخدموا هذا الاعلان او طرق الاعلان هي اللي هي الريتيل سايتس، اللي هي مواقع المبيع بالمفرق. عبيلك لك الزابوز، الموقع هذا بكريت فيديو فور ايتش اوف 100,000 برودكت، يعني لكل 100,000 برودكت بيعمل فيديو تقريبا اعلاني. سيرش انجن ادفرتايزنج اللي هو عبيلك لك 46.5% اوف اونلاين اد سبيندينج ان 2012، يعني تقريبا نص الاعلانات في 2012 صرفوها على السيرش انجن ادفرتايزنج. عبين لك من اشكال السيرش انجن ادفرتايزنج اللي هو الكيبورد بيد انكلوجن، وفي عندك الادفرتايزنج كيوردز والنتورك كيوردز ادفرتايزنج اور كونتكست ادفرتايزنج. خلونا نفصلهم. هذا الكيورد بيد انكلوجن، انك انت بتدفع لشركه لمحرك البحث مثل جوجل، تدفع له بتقول له اذا كان البحث متضمن جمل معينة أو كلمات معينة خلي موقعي بين النتائج، بيطلع بين النتائج بحيث أنه يظهر بالنتائج مثلا في مستوى أعلى من بالنتائج بالرانك. Advertising Keyword اللي هو إذا أنت بحثت عن بعض الكلمات أو الكيوردز أو الكلمات المفتاحية بيظهر إعلان معين، وكمان نفس الطريقة اللي هو Network Keywords Advertising or Context Advertising اللي هو بحسب المحتوى أو بحسب السياق الجملة كمان بتظهر الإعلانات. Nearly Ideal Targeting Targeted Marketing اللي هو يعني تقريبا واحد من أفضل طرق الإعلان. في عندنا السوشيال سيرش اللي هو ريفيو فريندز ريكومنديشن سيرش لايكس اند ويب سايتس فيزيتس. كمان لما تشوف بناء على اصدقائك شو متابعين، او انت شو عملت ريكومنديشن، او عملت بحث عن شيء معين، شو عملت لايك لصفحات او زرت صفحات معينه، بتلاقي اعلانات ظهرت لك في السوشيال ميديا. في عندك سيرش انجن ايشوز، طبعا شو له علاقه بالسيرش انجن، اي شيء بتبحث عنه بيستخدمه ككوكيز، وبيستخدموه شركات الاعلان هاي الكوكيز، انت عن شو بحثت بيظهر لك الاعلان في السوشيال ميديا، او يظهر لك مثلا في المواقع اللي انت عم تستخدمها، او بالعكس انت شو عامل لايكات في السوشيال ميديا بيظهر لك اعلانات في المواقع اللي انت بتشوفها. فكلها باستخدام الكوكيز، كلها مرتبطة ببعضها. ممكن انت تبحث شيء عن جوجل يطلع لك اعلان بالفيسبوك، او بالفيسبوك تعمل له شيء لايك، عامل لايك لبيج معين او صفحة معينة بيظهر لك اعلان في جوجل، وهكذا. سيرش انجن ايشوز، شو الاشكاليات اللي ممكن تظهر؟ بيد انكلوجن اند بليسمنت براكتسز، في عندنا اللينك فارمز، الكونتنت فارمز، والكليك فرود. يعني عبي لك شو من ضمن المشاكل هذول راح نفصلهم في الكتاب، حكى عن كل واحدة من هذول فصلهم تفصيل. يعني البيد انكلوجن اند بليسمنت براكتسز، عبين لك انه من المشاكل اللي بتواجهها اللي هو البيد انكلوجن والبليسمنت براكتسز، انه المتحكم بظهور النتائج هو شخص واحد او جهة واحدة فقط، واللي هي جوجل عن طريق السيرش انجن تبعها. فبالتالي في يعني وين بدهم يحطوا النتائج ما كتير واضحة الآلية اللي بيستخدموها، أو بناء على أي أساس، لأنه في عدة عوامل بترفع الرانك أو بتنزلها. وكمان بالتالي يعني هاي ممكن تسبب إشكالية لبعض الشركات. على سبيل المثال في شركات ممكن أنه تدفع كتير فبتظهر الرانك تبعها أعلى من غيرها،
بينما مثلا الشركات الصغرى او الشركات الناشئه مهما عملت اعلانات من الصعب جدا انه يظهر اعلانها في الصفحات الاولى او نتائجها في الصفحات الاولى. هي واحده من المشاكل اللي ممكن تواجه في السيرش انجن. اللينك فارمز، اللينك فارمز يعني هي شركه واحده، لكن شو بتعمل؟ بتروح بتعمل عده مواقع ويب سايتس كلها مربوطه بنفس الويب سايت او تابعه لنفس الجهه او تابعه لنفس الشركه. عدد الويب سايت الكبير هذا بيؤدي بالنهايه الى ارتفاع الرانك وظهور النتائج تبعها اعلى من غيرها، ظهور النتيجه تبع البحث تبع هي عن هي الشركه تظهر اعلى من غيرها. واعطى مثال عن شركه معينه بتبيع الملابس والملابس بشكل عام والأحذية وهيك يعني، فلجأت لعمل عدة ويب سايتس، عشرات من الويب سايتس كلها مربوطة بنفس الشركة كلها بنفس الجهة. هذا الشيء أدى لزيادة عدد أو زيادة مستوى ظهورها في البحث عن جوجل. الكونتنت فارمز كمان واحدة من المشاكل، إنه بتروح الشركة شو بتعمل؟ بتروح بتجيب محتوى معين، مثلا اخبار او مواد مثلا يعني شرح عن شيء معين او خبر معين او تفصيل عن شيء معين، شرح عن منتجات الى اخره، يعني اي نوع من المحتويات بتروح بتجيبه بتنسخه، هي نسخ مو هي المنشأة، تنسخه من عدة شركات او من عدة مواقع وبتروح بتعمل له كاستمايزيشن وسمرايزيشن، تلخيص وتعديل، وبتحطه بموقعها بحيث انه تجذب اكبر عدد من الزوار اثناء البحث. ولكن هذا المحتوى مو هم اللي منشئينه، يعني تخيل مثلا شركه معينه بتروح بتجيب او موقع معين بيروح بجيب اخبار من هون من هون من هون بجمعها وبيحطها عنده، بجمع باخبار وبيحطها عنده فمشان يزيد عدد الزوار، ولكن هو ما عنده لا مراسلين ولا هو اساسا جهه اصلا مخوله بالاخبار وما بتعرف شو هذا المحتوى، هل هو موثوق ولا لا، فبيروح بجمع اخبار مشان يزيد عدد الزوار، وبالتالي بيزيد عدد الاعلانات عنده وبزيد الانكم. كمان واحده من الطرق اللي عم نشوفها انه مجرد ما يحط لك روابط على السوشيال ميديا على تويتر او فيسبوك مشان تروح تزور موقعه، بيعطيك خبر وناقص او منشأ، او بيعطيك هيدلاين يعني عنوان خبر هيك يكون مغري انك انت تضغط على الخبر وتروح على الموقع وتقرأه، مثلا يعني النادي الفلاني يوقع مع اللاعب الفلاني او تعرف على هذا اللاعب، ويكون هو لاعبه اساسا او لاعب مغمور يوقع معه مشان بس انت تزور الويب سايت. هاي هذا الكونتنت فارم. الكليك فرود لما انت تعمل اعلان عند موقع معين او حتى جوجل، في من طرق انه يحاسبك عليها بعدد الكليكس، بتقول له انا خلي الاعلان هذا يظهر لحد ما 100,000 واحد يضغطوا عليه يعملوا كليك عليه. بقوم شو بيعملوا؟ ممكن منافسين لهي الشركة مشان هذا الاعلان ما يؤدي نتيجته او يخليهم يدفعوا اكثر من اللازم بدون فائده، بيروح بخصص ناس يروحوا بس يضغطوا على اعلانات هاي الشركه بدون اي فائده، يعني بس يضغطوا عليها مشان تحسب عليهم كليكس وبالتالي يدفعوا، او بعدين ينتهي صلاحيه هذا الاعلان بدون اي فائده. هذول هن الايشوز الاربعه. الموبايل اند لوكال ادفرتايزمنت او ادفرتايزنج، 122 مليون يوزر اكسس انترنت فروم سمارت فون، طبعا هذا الرقم صار اكبر بكثير بهذا الوقت، طبعا هذا من 2013 هي الاحصائيه، لكن الرقم صار ضخم جدا، تقريبا يعني نسبه كبيره من البشر صاروا ياكسسوا الانترنت من الموبايل اكثر من اللابتوب او الكمبيوترز، فبيستخدموهم عن طريق المسجنج، يعني انت شايف انه كتير بتجيك SMS انه تخفيضات الان، عروض الليزر هذا مزعجيننا فيه، عروض الليزر ازالة الشعر وهالكلام الفاضي، ومنتشرة كتير هاي SMS مو بس هون يعني بكل مكان تقريبا. Display Ads بيظهروا لك الاعلانات كمان باي مثلا تطبيق معين مجاني ممكن تظهر لك الاعلانات حتى بشكل مزعج. السيرش نفس الشيء والفيديو. Local advertising اللي هو enabled by mobile platform 50% of mobile advertising اللي هو
من نوع الاعلانات، خلينا بس نوقف شوي. اللوكال ادفرتايزنج اتوقع ما عادت، اجت فتره انتشرت هون لحد معين بالسعوديه وبعدين توقفت. فكرتها هي منتشره برا، فكرتها انه انت كمان باستخدام الجوال، باستخدام الجوال الموبايل بلاتفورم، المنصه اللي انت عندك اياها بموبايلك. اذا بتتذكروا كنا حتى ايام النوكيا، يكون بيجيك مو مسج، بيجيك مثل شاشة بتظهر على شاشتك انه عرض سوى كذا كذا، او عروض الجوال كذا كذا. ايام كانت بس الاستي سي لحالها، يعني هي مثل الان البوش نوتيفيكيشن، بس بالاول كان يجيك عن طريق مثل رسالة بس ما بتحفظ كاس ام اس، يعني بس تقول له اوكي او لا. يعني هاي طريقة اللوكال ادفرتايزنج، بتعتمد على كمان اللوكيشن تبعك. إذا وصلت لمنطقة معينة، فينا احنا كمان شركات المشغلين التليفون، إذا وصلت للوكيشن معين أو ضمن اريا معينة بنعطيك هذا الإعلان، أو بيعمل لك بوش لإعلان معين، بيقول لك بتغطي 50% من الموبايل ادفرتايزنج. هاي يعني أنا ما بشوفه هون منتشرة أبدا، يعني في السعودية إلا عن طريق البوش نوتيفيكيشنز، وهي اللي بتندرج تحت الموبايل ادفرتايزمنت، اللي هي عن طريق التليفونات، اللي عن طريق الابليكيشن اللي أنت بتنزله. السوشيال ادفرتايزنج طبعا، عن اللوكال ادفرتايزنج كلها كانت الأمثلة موجودة في الكتاب كلها، يعني عن أمريكا واستخدام يعني شركات أمريكية. السوشيال ادفرتايزنج اللي هو يوز سوشيال جراف تو بروموت مسجز وماني تو ماني موديل. يعني السوشيال ادفرتايزنج معروف كيف طريقته، كيف اثناء استخدامك للسوشيال ميديا، تويتر او فيسبوك او حتى لينكدين، بتلاقي عندك كيف بناء على اهتماماتك، اهتمامات معينة او لايكس او متابعات معينة، بتلاقي بيعطوك الاعلان بناء عليها. طبعا هو ماني تو ماني، يعني عدة اشخاص معلنين الى عدة كونسيومرز مشاهدين. نيجي للسوشيال نتورك ادفرتايزنج اللي هو الاعلانات اللي تظهر بتويتر والفيسبوك. طيب شو الفرق بين هذا وهذا؟ السوشيال ادفرتايزنج فكرته انه احنا لما يكون انا متابع صفحه معينه، متابع صفحه عطر اكس مثلا، ماشي، اي عطر، انا متابع الصفحه، او شركه عطور مثل شانيل، اوكي، انا متابع هاي الصفحه، نزلوا اعلان عن منتج معين، بقوم انا بصير بحكي عنه. هذا الاعلان ممكن احكي عنه، او ممكن اعمل له مشاركه لهذا البوست. هذا هو فكرة الميني تو ماني موديل، يعني هو إعلان عن طريق السوشيال جراف. الناس المتابعين للسوشيال ميديا هن اللي بيساووا له كمان إعلان، أو بيتحدثوا عن هذا المنتج، أو بيحكوا عنه لأصدقائهم سواء على السوشيال ميديا نفسها أو بالحياة الواقعية. هون لا، الإعلان موجه كإعلان سبونسر، غير عن السوشيال ادفرتايزنج. أتوقع وضحت الفرق بينهم. متابع هو في كمان عندنا البلوج ادفرتايزنج اللي هو توب تاكتكس 72 مليون ريد بلوجز، بلوجز ريدرز ار ايديال ديموغرافيك، اللي هو فكرة المدونات موجهة في نسبة قراء جيدة. اعتقد انا اندثرت المدونات، يعني حتى خاصة مجتمعنا ما كثير ناس عادت قرأت المدونات، اجت فترة كانت كبيرة الى جمهور كبير المدونات، لكن في الفترة الأخيرة قلت كثير، لأنه الكل توجه تقريبا الى السوشيال ميديا، صاروا يكتبوا مقالاتهم على السوشيال ميديا. عموما المدونة هو موقع خاص، وخاصة كان في شركات كثير تقدم مدونات مجانية. ببساطة أنت فينك تحط، تصير تكتب آرائك، أفكارك، أو تنزل حتى صور إلى آخره. الفكرة فيها انك انت ممكن، صار اذا كان عندك عدد كبير من الزوار، ممكن تحط اعلاناتك الخاصة. ففي حال كان عندك عدد كبير من الزوار تنزل فيه اعلانات، وهي الاعلانات حلاوتها انه هي ديموغرافيك، اللي هو
انه انا ككاتب معين، مثلا كاتب رياضي عن الدوري السعودي مثلا، فاكيد متابعيني حيكونوا من الشباب، زوار المدونه تبعي او البلوج حيكونوا من الشباب والمهتمين بالرياضه الى اخره، فانا فيني اوجه اعلام معين لانه عارف مين اللي بده يزور هاي المدونه، فئاتهم العمريه، من اي منطقه، ممكن تكون اكثر تحديدا واحد بيكتب مثلا تدوينات عن مثلا الهلال والنصر فقط، فخلص هدول من الرياض فقط، وممكن اوجه اعلانات او النسبه الاكبر منهم بالرياض ممكن اوجه لهم الاعلانات بناء على توزعهم الديموغرافي. الجيم ادفرتايزنج طبعا كلنا لعبنا جيمز على الجوال او على التابلت او السمارت فونز، ان جيم بيلبورد ديسبلاي ادز، وفي عندك البراند فيرتشوال جودز، في اغلب الالعاب المجانيه ممكن يظهر لك يطلع لك اعلان، ممكن يطلع على الجيم نفسه او اسفل الجيم. براندد فيرتشوال جودز كمان يعني بضائع افتراضيه او بضائع ممكن انت تشتريها مثلا ومن محاكاه للبضاعه الحقيقيه. سبونسرد بانر كمان، هاي اللعبه مثلا برعايه فلان او الشركه الفلانيه، او البراندد جيمز يعني هي اساسا مثلا ماكدونالدز عندها جيم، بتنزل هاي الجيم تبع ماكدونالدز وممكن يعني منها بيستفيدوا منها وتنزل لك اعلانات وانت عم تتسلى وتلعب او الاطفال بتسلوا بيلعبوا فيها. السبونسر شيب فكرته يعني الرعايه ببساطه، يعني انت ممكن يكون عندك مثلا موقع معين، هذا الموقع برعاية كذا، أو ممكن أنت تعمل رعاية برنامج معين على التلفزيون أو على الراديو أو حتى حدث اجتماعي، تقول هذا الحدث برعاية موقع كذا أو منتج كذا أو كذا. الريفيرالز اللي هو affiliate relationship marketing permits firm to put logo or banner ad on another firm website from which users that site can click through to apply site، اللي هو انك انت تحويل، يعني انا بحط لك بانر عندي بالموقع او لوجو مشان احولك انك تشتري او احولك على موقع الشركة تبعي، يعني هي مجرد يعني تحويلات من مكان لمكان، مثل او ممكن تكون بيع بالوكالة او يعني اعلان بالوكالة. ايميل ماركتينج كمان معروف، هذا السبام اكسبلوجن اللي هو دايركت ايميل ماركتينج، برايمري كوست از بيرشيزنج ادريسز. الفكره وين؟ انك انت ممكن كشركه تروح تشتري عناوين معينه، تقول له والله في شركات مختصه ببيع العناوين، تقول له بدي عناوين مثلا مدراء الشركات في السعوديه، موجوده هاي قائمه بريديه باسماء مدراء الشركات في السعوديه، تكون محدثة مثلا إلا محدثة لغاية 2015 أو محدثة لغاية 2016، تشتريها بمبلغ جيد يعني في قيمتها كبيرة، وتروح بتسوق لهم لهدول العناوين، يمكن يعطيك مثلا 100 ألف عنوان، 10 آلاف عنوان إلى آخره، وبتروح بتسوق بتبعت لهم إيميلات لهدول الأشخاص. أو في عندك السبام اللي هو unsolicited commercial email اللي هو تقريبا بيغطي 72% من الإيميلات كلها اللي موجودة في العالم، وحتى نسبة أكبر صارت هي سبام، هي إعلانات فقط. السبام هو بيرسل عشوائي، مو شرط يكون اسم صحيح، بيحط مثلا اي اسم، اي ارقام وحروف او اي حروف معينه وكذا، ممكن يطلع ايميل، يعني اذا انا بعت له ايميل كتبت اي بي دي 1 2 3، اكيد هذا في شخص حاجز هذا الايميل، اكيد حيوصل لشخص، وعلى الاساس ممكن انشئ ملايين العناوين وارسلها لعده اشخاص. طبعا في عده جهود عم بقول لك، وهذا مهم هذا السؤال، efforts to control spam، في 3 أشياء لكنترول spam، طبعا هنا أكثر من هيك بس هو عم بيتحدث عن 3 شغلات اللي الكنترول spam، بحيث إنه إحنا نعمل كنترول على هاي الإيميلات اللي بتوصل عن طريق التكنولوجي. في كثير شركات إذا عندك جيميل بتشوف السبام صار يروح لحاله
واذا بدك تقلل صندوق لحاله او فولدر لحاله، فينك تروح تطلع على هذا الفولدر وتشوف الاعلانات اللي فيه، بحيث انه ما تزعجك بالانبوكس. ولكن الى الان مو كلها بتروح للسبام، في اعلانات الى الان ممكن توصلك، ومن الصعب جدا يعني انه نقدر نعمل كنترول 100% على السبام. الجفرمنت ريجوليشن اللي هو ممكن نحط بعض القوانين الحكومية لمنع هذا الموضوع الاسبامات، والشركة اللي بتعمل السباب ممكن نقاضيها. Voluntary self regulation by industry، كمان ممكن احنا نعملها قوانين يعني حسب الشركة، او الشركة نفسها هي تحط هاي القوانين، يعني تصير مثلا وزارة التجارة تحرص على هذا الموضوع، أو مثلا الشركة نفسها تحرص على هذا الموضوع، وتصير إنه ممنوع إنه إحنا نرسل سبامز بالإعلانات على هذا الموال يعني. طبعا شوف النسب كثير كبيرة، يعني سبام شوف بالسعودية 38% من إيميلاتنا سبامز بالسعودية. طبعا نسبة كبيرة، نسبة ضخمة يعني، وكل ما لها بالزياد. الـ behavioral targeting اللي هو الاستهداف السلوكي بحسب السلوك، اللي هو using consumer offline and online behavior to modify advertising message. الفكرة من الـ الاستهداف بحسب السلوك، انه انا بستخدم بجمع معلومات او بستغل المعلومات سواء اونلاين او اوفلاين عن العميل، يعني الاشياء الممارسات اللي بيعملها اونلاين او الممارسات اللي بيعملها اوفلاين، الاماكن اللي بيزورها، نوع سيارته، دراسته الى اخره، الانكم تبعه مثلا، اي هاي معلومات اوفلاين بستخدمها للإعلان أو لتوصيل إعلان لهذا الشخص بناء على هاي المعطيات. Personal information sold to third party advertiser who deliver ads based on profile. على سبيل المثال أنت رحت سجلت بنادي معين مثلا، وحطيت جوالك ورقمك ومعلوماتك وكذا، هذا النادي صار عنده مئات الآلاف من المستخدمين، فبالتالي وهو له رقم معين مثلا، وشايفين انه انت حضورك بفرع معين، فهو صار عارف رقم جوالك، عمرك، الاوقات اللي بتزور فيها النادي، عندك انه والله مثلا قدر معين من المبالغ لانك مسجل بمستوى معين من النادي، مو المستوى المنخفض، لا المستوى مثلا المتوسط او المستوى الفي اي بي، وعارفين وين مكان سكنك. فهي المعلومات صارت مهمة، لو عنده مثلا مئات الالوف من المشتركين فينا يبيع هاي المعلومات. الله اكبر. فينا يبيع هاي المعلومات الى جهة، وممكن تعمل منها اعلان وتبيعه. كمان السيرش انجن، هاي كمان كويريز حسب انت شو عم تعمل بحث، شو كمان بالاضافة الى شو السوشيال نتورك داتا والبراوزنج هيستوري، شو المواقع اللي انت تصفحتها وشو المواقع اللي شفتها، بالاضافه انه شو السوشيال نتورك داتا عندك، شو المواقع اللي انت والصفحات اللي انت متابعها عامله لايك او عامله فولو. هاي هي البيهيفيرال تارجتنج. كمان في من الادفرتايزنج اكسشينجز اللي هو انيبل ادفرتايزرز تو ريتارجت ادز ات يوزر as they browse. المقصود بالادفرتايزمنت اكسشينجز اللي هو انك انت تغير، enable advertisers to retarget ads as user at users as they browse، يعني انك انت بحسب انت شو اليوزر عم بيتصفح انا بغير محتوى الادفرتايزمنت، بغير محتوى الاعلان. لو مثلا تصفح الجوالات بحط اعلان عن جوالات معينه، لو هو تصفح عن الملابس بحط اعلان عن الملابس، وهكذا. طبعا 75% عم بيقول لك من باليو اس بيستخدموا هذا النوع من البيهيفيورال تارجتنج، نركز عليه هذا البيهيفيورال تارجتنج بشكل عام. ميكسينج اوف لاين اند اون لاين ماركتنج كوميونيكيشن، او ميكسينج عفوا ميكسينج اون لاين اوف لاين اند اون لاين ماركتنج كوميونيكيشن. موست سكسسفول ماركتنج كامبين اللي هي بتستخدم الاوف لاين والاون لاين مع بعض.
مثل اقول لك الاوفلاين ماركتينج مثل شو الدرايفرز ترافيك تو درايفز ترافيك تو ويب سايت انكريزز اويرنس اند بيلدز براندز كواليتي. الاوفلاين ماركتينج يعني هو مو اونلاين، ما بيع مو اعتمادا على الويب سايت او السوشيال ميديا او الانواع اللي شفناها من شوي، اوفلاين مثل مثلا الاعلانات الطرقيه الراديو التلفزيون الى اخره، لكن هي كلها بتؤدي الى زياده الدخول على الموقع، او مثل ما شفنا مثلا اعلانات الطرقيه لمكتب الجرير انه صار في عندهم ستور اونلاين، انك فينك تشتري اونلاين من مكتب الجرير، فصار عندهم اوفلاين ماركتينج لتعزيز الاونلاين ماركت عندهم، وبالاضافه كمان براند كواليتي كمان بيلفتوا النظر او يشجعوا وينشروا البراند تبعهم. كونسيومر بيهيفير انكريزلي مالتي شانلز 80% consumer research online before buying offline. كمان عم يقول لك انه كمان بالميكس بشو مفيد، انه انا لما قبل ما اشتري 80% من المستهلكين بيعملوا ابحاث اونلاين قبل ما يشتروا شغله اوفلاين، حتى لو ما عندك ستور ممكن اروح انا ابحث اونلاين عن هذا المنتج واشتري، اروح على المحل مباشره واشتري، يعني اشتري اوفلاين. Online marketing matrix هذا السلايد نركز عليه مع بعض. الماتريكس هذول او هذول المصطلحات هذول اللي بيفيدونا او بيستخدموا في التقارير او الماتريكس لمعرفة الفوائد من الإعلان أو ترجمته إلى الحياة الواقعية أو الفوائد الحقيقية من الإعلان. تفصيلا موجودين في الكتاب سلايد 460، حنحكيهم بالتفصيل. أول 9 مصطلحات هي فقط للوصول إلى الموقع، والباقي هو لتحويل الإعلان إلى حالة شراء حقيقية. فالمصطلحات كالتالي هي: أول مصطلح اللي هو impression، معناها أنه كم مرة، إذا طلب منك مثلا تقرير impression فهو معناها أنه كم مرة ظهر الإعلان، كم مرة ظهر الإعلان. إذا حكوا لك impression موجودة مثلا لما أنت تعمل حملة دعائية، أنا صراحة أنه عملت حملات دعائية لموقعي، impression معناها كم مرة ظهر الإعلان، يعني مثلا ظهر الإعلان 100,000 مرة. طيب click through rate أو CTR هو ال percentage of time and ad is clicked، اللي هو كم مرة تم الضغط على هذا الإعلان، يعني ظهر 100,000 مرة، نسبة الضغط على الإعلان مثلا 10%، فبتعرف إنه إعلانك غير جذاب. إذا كانت ال impression rate الرقم هذا منخفض، فأعرف إنه في مشكلة بظهور إعلانك، يعني في بالشريحة اللي أنت متوجه لها ممكن تكون خطأ أو قليلة أو غير موجودة. البرسنتاج هنا كم مرة تم الضغط على الإعلان. View through rate اللي هو percentage of time and ad is not clicked immediately but the website is visited within 13 days أو 30 days، اللي هو الفكرة أنه كم مرة ظهر الإعلان بس ما انضغط عليه، لكن تم زيارته لاحقا خلال 30 يوم. يعني في كثير ناس بيشوفوا الإعلان لكن ما بيضغطوا عليه مباشرة، لكن بيضل ببالهم. شفت إعلان مثلا عن مثلا أي شركة، خلينا ناخذ مكتب جرير، خلينا في الإعلان هذا أخذين عليه هالفترة مكتب جرير، فممكن تشوف إعلان مكتب جرير وما تضغط على الإعلان مباشرة، لكن حطيت ببالك. يعني هذا الموضوع صار معي مباشرة من فترة، مكتب جرير أعلنوا عن تليفون من شركة معينة وما ضغط على الإعلان مباشرة، لكن ظل ببالي، وبالفعل خلال أقل من 30 يوم من بعد ما شفت الإعلان زرت الموقع وشفت عن هذا التليفون واستعلمت عنه. الهيتس number of HTTP requests يعني كم مرة صار في دخول للموقع من طريق ال HTTP هو هذا عدد الهيتس. البيج فيوز انه كم بيج انت تصفحتها من الموقع، يعني دخلت على الموقع الصفحة هاي بيقولوا لاندينج بيج، أول صفحة دخلت عليها، لكن كم صفحة بعدها تصفحت،
كم صفحة دخلت واستعرضت بعد ما دخلت على الموقع. الستيكنس اللي هو عدد أو المدة اللي قضيتها على الموقع، 10 دقائق، 5 دقائق، 3 دقائق. طبعا لما تكون المدة عالية فمعناها أن محتوى موقعك يعني اتراكتيف، جذاب أو مفيد، أو يعني في فائدة منه وجذب المستهلك. اليونيكنس أو اليونيك فيزيتورز، كم شخص يونيك، فريد يعني ما مكرر، يعني ممكن الشخص ممكن يدخل أكثر من مرة على الموقع. لا، أنا كم مرة شخص مختلف عن الآخر دخلوا على الموقع. اللويالتي اللي هو الولاء، measures variously as the number of pages views، كم صفحة شاف، كم مرة دخل ورجع عاد زار الويب سايت، or percentage of customers who return to site، يعني كم مرة رجع للموقع ورد زاره مرة تانية in a year، أو في خلال فترة معينة، يعني to make additional purchases، رجع واشترى مرة تانية. الريتش الوصول اللي هو percentage of websites، طبعا هذول كلهم تعريفات يعني لازم نفهمهم، اوكي لازم نفهمهم، بيجي عليهم كثير صح وخطأ وخيارات. طبعا الريتش ال percentage عم بيقول لك نسبة of website visitors who are potentially buyers، يعني كم نسبة الأشخاص اللي دخلوا الويب سايت واحتمالية إنه يكونوا يشتروا، or percentage of total market buyers who buy أو buy at site، يعني كم نسبتهم اللي اشتروا من نسبة ال visitors، يعني زار موقعي 1000 واحد اشتروا منه مثلا 300، فالنسبة مثلا 30% من الفيزيتورز عم بيشتروا، فبعرف انه انا وضعي جيد. لكن اذا في فيزيتورز عاليين، وصراحة لاحظناها بواحد من المواقع، في فيزيتورز هيت كتير من الفيزيتورز، لكن ما في شراء كتير، فيا اما السعر غالي او المنتج مو مظبوط او طريقة اعلان طرحك للمنتج غير صحيحة الى اخره. الريسنسي هو time elapsed since the last action taken by a buyer، آخر action انت عملته. طيب قديش الوقت اللي استهلكته لتعمل مرة تانية شراء، او تعمل مرة تانية action مرة تانية؟ فقديش هاي المواقع الكبيرة بيحللوا الفترة بين كل عملية شراء وشراء، او بين كل action واكشن بتاخده. الـ acquisition rate اللي هو الـ percentage of visitor أو نسبة الاستحواذ، percentage of visitors who indicate an interest in website's product by registering or visit product pages، يعني كم عدد الأشخاص اللي سجلوا بالموقع، فاتوا على الموقع وسجلوا أو عملوا ريفيو على موقع على منتج معين، يعني عملوا أكشن معين على منتج معين أو بموقعك. نسبة الناس اللي بيسجلوا وما بيشتروا ترى كبيرة، يعني في كتير ناس بيسجلوا وما بيشتروا، فأنا بهمني أعرف هذول الأشخاص اللي سجلوا بس ما اشتروا، يعني معناها أنه هو واجه صعوبة معينة أو في إشكالية معينة، هو مهتم بهذا الويب سايت لكن ما اشترى، ففي خلل معين لازم أنا أدور عليه. الكونفرجن ريت اللي هو percentage of visitors who become customers، يعني الفيزيتر أو الزوار اللي صاروا عملاء. طبعا هون احنا عم نحكي عن الناس اللي تحولوا، غير بس الاعلان هون صار بخص موقعي. ال browse to buy ratio اللي هو ratio of items purchased to product view، يعني كم product احنا استعرضوه المستخدمين لكن كم منهم نسبتهم تم شرائهم. يعني لقيت انه والله عندي استعراض ل 100 ألف مثلا منتج عندي في الويب سايت، لكن فقط 2000 منهم تم شرائهم، تم شراء فقط 2000 صنف، فاحنا بنشوف النسبة هاي، وكمان بتفيدني بإضافة منتجات أو إلغاء منتجات، تعديل على بعض الأسعار إلى آخره. طبعا view to cart ratio، ratio of add to cart clicks product view، اثناء عمليه الشراء انت لازم تضيف الى السله، اللي شاري منكم اونلاين بيعرف انه انت قبل ما تشتري الشغله بتقول له اضف الى السله او كارت، سله التسوق. بعد ما تضيف منتجاتك اللي بدك تشتريها للكارت، بعدين بتقوم بعمليه الشراء اللي هو التشيك اوت.
فبالبداية أول شيء بدخل على الويب سايت، بعمل ريفيو أو بستعرض منتج معين، ممكن أقرأ المواصفات تبعه وبعدين بضيفه للسلة، وبعدين بعمل تشيك أوت وبتمم عملية الشراء. فكم نسبة اللي الأصناف اللي انضافت للكارد؟ كمان هاي البلاتفورم تبع الويب سايت تبعك بيعطيك هيك تقارير. كمان كان الكارد كونفرجن ريت، مو كل اللي بضيفه للسلة بيتمموا عملية الشراء، ممكن يلغوا بآخر لحظة، ممكن ما يكملوا، ممكن يسكروا الويب سايت، ممكن طريقة الدفع ما تعجبهم، ممكن يتردد إلى آخره. فإحنا كم نسبة اللي ضافوا للسلة وتمموا عملية الشراء؟ أوكي، هدول يعني عم نشرحهم مشان تعلق مخهم وتفهموهم لأنه مهمين. الـ abundant rate اللي هو percentage of shoppers، ماشي، نسبة المتسوقين who begin a shopping cart، خلص مشوا الحال انه ضافوا منتج للسلة بس then leave the website without completing the purchase. يعني هي تقريبا نفس اللي فوق بس انه الى مسمى اخر، انه كم شخص كمان تمم ضاف عملية ضاف الى سلة التسوق لكن ما تمم عملية الشراء. Retention rate هو percentage of existing customer who continue to buy on regular basis. اللي هن كمان نفس اللويالتي، نفس الولاء، انه كم شخص عندي انا رجع واشترى مرة تانية، هذا اصبح لويال، عنده ولاء لهذا الويب سايت وبيرجع يشتري منه. الايتريشن ريت اللي هو percentage of customer who don't return during the next year، يعني اشتروا مرة واحدة وخلاص ما عاد رجع لك. فهي كمان نسبة مهمة تعرفها مشان تعرف انت انه عم تخسر زبائن او زبائنك ما عنده رجعوا لك، ليش، شو السبب. وكلها بتساعدك في تحسين الماركتينج تبعك وتحسين طريقة عرض المنتجات في الويب سايت. هذول الماتريكس اللي هو الاونلاين ماركتينج ماتريكس ليكسيون نيكس ايكون. الاونلاين ماركتينج ماتريكس الماتريكس كمان في عندك السوشيال ماركتينج، خلينا نرجع كمان نقراهم هون بالتفصيل. السوشيال ماركتينج ماتريكس اللي هو الجروس ريتنج بوينتس، اللي هو الاودينس سايز تايم فريكوانسي اوف فيو، يعني قديش يعني كم او كل قديش بيستعرضوا المنتج معين او بيدخلوا على الويب سايت. الفريكوانسي اللي هو كم مرة بيدخلوا وبيكرروا الاستعراض او المشاهدات. الابلوز ريشيو اللي هي عدد اللايكات اللي بتصير على بوست معين، او الريتويت او الشير اللي بتصير عليها، هدول الابلوز ريشيو. عملت لايك معناها انت استحسنت هذا او نسبة الاستحسان، استحسنوا هذا البوست او المنتج اللي انت نزلته. الكونفرجن ريشيو اللي هو كمان الريشيو اوف نمبر of comment per post، اللي هو او عفوا الكونفرزيشن ريشيو اللي هو كم شخص علق على هذا البوست. هون عندنا الامبليفيكيشن اللي هو نمبر اوف شيرز او ريتويت بير بوست، يعني هي طبعا احنا كنا هذا عم نحكي عن السوشيال ميديا مشان ما نلخبط. اول شيء الجروس، كم واحد شاف شو اسمه البوست، كم عدد المشاهدين، والفريكوانسي كمان تبعهم، الابلوز ريشيو كم لايك عليه، الكونفرزيشن ريشيو كم تعليق، الامبليفيكيشن اللي هو كم واحد عمل شير او ريتويت، السنتمنت ريشيو اللي هو ريشيو اوف بوزيتيف كومنت من كل الكومنتس، يعني شو التعليقات اللي كانت جيدة، لأنه في كثير ناس ممكن يعلق بتعليق سيء، منتج سيء أو شركة سيئة أو خدمتكم سيئة إلى آخره. طب كم عدد التعليقات الجيدة بناء من مجموع التعليقات بالكامل؟ الـ duration of engagement اللي هو الـ average time on site، دخل على الويب سايت تبعك من خلال الإعلان، قديش قعد خلال الفترة بيستعرض الويب سايت تبعك قبل ما يرجع للسوشيال ميديا مرة تانية. كمان الايميل ماتريكسز اللي هو الاوبن ريت، كم واحد فتح الايميل
شو اسمه المسج اللي انت بعتها، الدليفري ريت، كم شخص استقبل هذا الايميل بناء على من مجموع اللي انت باعتهم، كم شخص استقبل الايميل، كليك ثرو ريت، كم شخص ضغط على الاوفر او اللينك اللي انت حاطه بالايميل، البونس باك او الباونس باك ريت اللي هو percentage of email that could not be delivered اللي هو الباونس اللي هو انه ما وصلت، قديش نسبتهم الايميلات اللي ما وصلت للقائمة اللي انت بعتها، اللي هو unsubscribe ريت اللي هو كم شخص ضغط على unsubscribe لانه انزعج من هذا موضوع الايميلات اللي انت عم تبعته وضغط unsubscribe مشان ما تعود ترسل له ايميلات اكثر من هيك، الكونفرجن ريت اللي هو كم شخص عن جد بالفعل اشترى من خلال الروابط اللي انت بعت له اياها بالايميل. هدول الماتريسز اللي لازم نعرفهم من خلال اللي بخص الماركتينج سواء بالسوشيال ميديا او بالايميل او الاونلاين. طبعا شفنا هو الان اونلاين كونسيومر بيرشيز موديل، كيف الشراء، عمليه الشراء بتتم. اول شيء الاويرنس او ريد او نيد ريكوجنيشن اللي هو تحديد انه انا بدي محتاج شيء او انا بلفت نظره لشيء، بروح هذا الشخص كمان بيعمل بعدها سيرش عن المنتج المعين اللي بده اياه، بعدين بيعمل له evaluation and alternatives اللي هو بيعمل له تقييم او مقارنه بين المواقع المتوفره، مثلا بدي اشتري جوال بروح بقارن بين جرير، سوق دوت كوم، وادي، امازون، اي باي الى اخره، بعدين بروح بعمل عمليه الشراء، بعدين في عندك اللويالتي، امتى مره برجع او ما برجع الى اخره، هو عطيك مثلا النسب والارقام اللي بتشوفه. الاويرنس بتتم عن طريق السيرش انجن، ديسبلاي ادز، الايميلات، الافلايتيز اللي هو السوشيال نتوركينج، البلوجز، الموبايل ادز، هدول كل طرق الماركتينج اللي حكينا فيها اللي هي الماركت كوميونيكيشن. السيرش عن طريق طبعا السيرش انجن واللي هو الويب سايت هيتس، بروح بزور الموقع وبشوف وهذا المنتج. عم بيقول لك 1% وهي هو احصائيه معموله وحتى جوجل عطونا هاي الاحصائيه انه 1% من الاعلانات اللي بتتم 1% ممكن تلفت انتباهه ويتم زياره موقعك. يعني انت لو حطيت اعلان انه يظهر لعند 1000 شخص ممكن 10 منهم بس، عفوا، او 100 شخص فقط يزوروك. البيج فيوز، بعدين انا هون بعمل قديش فتره الستيكنس او السايت ديزاين، يعني كلها بتعتمد هاي العوامل انه انا قديش ضليت بالموقع، طريقه عرضي للمنتج، وشو الصفحات اللي تصفحت فيها. هون بيقول لك 5% مثلا من اللي تمت زيارتهم بيقوموا بعمليه الشراء، و25% ممكن يرجعوا يشتروا. هاي بس نسب، مو يعني نسب عامة، مو ما بتخص معين، يعني مو إحصاءات. إذا كان موقعك جيد ممكن تطلع أعلى، ممكن تقل أكتر أقل، حسب أنت موقعك وحسب المنتج اللي أنت بتقدمه وحسب اللويالتي. هذا هو البارشيز موديل، نحفظ الخطوات وكل شغلة بتصير بهاي العملية. How well does online advertising work؟ كيف تشتغل الاونلاين ادفرتايزنج، الاعلانات شو اسمه الاونلاين؟ use ROI return of investment to measure ad campaign. يعني انا عملت اعلان ب 1000 ريال، طب شو العائد، شو return of investment اللي رجع لي من هذا الاعلان؟ بناء على الماتريكسز اللي شفناها والماتريكسز اللي شفناها فيني اعرف والله انا اجتني مبيعات ب 2000 3000، فانا اتحسن وضع المنتج عندي، فبالتالي في عائد جيد من خلال الاعلان. الهايست كليك ثرو ريتس اللي هو من خلال سيرش انجن از او بيرميشنز ايميل كامبين، يعني بدي اشوف انا شو افضل اللي صار عن طريقه كليك ثرو اللي ضغطوا على الاعلان واجوني، هل هو عن طريق محركات البحث، الاعلانات لمحركات البحث، ولا عن طريق الايميل.
ريتش ميديا فيديو انتراكشن ريتس هاي كمان. الريتش ميديا والفيديو معروفة انه التفاعل معها عالي جدا وبتجيب نتائج كويسة مثل ما حكينا مسبقا. الاونلاين شانلز كومبير فيفربل with traditional. كمان الاونلاين شانلز يعني تفضل او مفضلة على العادية الاعلانات العادية اللي هي الاوفلاين. most powerful marketing campaign use multiple channels. يعني افضل طريقة انك انت للتسويق انك انت تستخدم عدة قنوات او طرق للاعلان اللي هي اونلاين كاتالوج تي في كاتالوج الاونلاين كاتالوج تي في راديو نيوز بيبر ستورز الى اخره والاعلانات الطرقيه. هو هاي النتيجه اللي بدي اوصلها انه افضل طريقه انك انت تعلن اونلاين واوفلاين هو هذا افضل نتيجه بتحققها من خلال الاعلانات. طبعا عم بقول لك الريتيرن اوف انفستمنت قديش النسبه من الموبايل. شايف التلفزيون دائما فيه عليه عائد كبير، يعني اذا انت صرفت مثلا عليه 7 مليون مثلا او 7 دولار بيرجع لك منه مثلا 6.5 هون مثلا. العائد اقل هون، المجازين اقل شوي، الراديو اعلى الى اخره. هذا مجرد مثال يعني عن العوائد. The cost of online advertising اللي عم بيقول لك قديش تكلفته، او عم نحكي على موضوع التكلفه. لما تيجي تعلن واحده من الشركات اللي هو جوجل، جوجل ادز او اد وورد، اللي هو بيعملوا لك حملات اعلانيه لمنتج معين، او فينا تدير حملتك الاعلانيه عن طريق انت موقع هن بيعطوك اياه. في عده طرق للتسعير، لتسعير هذا الاعلان او الحمله الاعلانيه. الكتاب ذكر ثلاث طرق للتسعير، البارتر والكوست اوف 1000 او بير 1000. هنا الكتاب اعتبرهم شيء واحد. طبعا البارتر اللي هي المقايضه، ممكن انك انت هذا الشيء مختلف عنه. البارتر انه والله مقابل مثلا، خلاص مقابل هذا الاعلان انا احط لك اعلان عندي، هاي واحده من طرق الاعلان. بخلي لك الاعلان تبعك مثلا لمده شهر وانت حط لي اعلان مثلا لمده شهر، او بخلي لك الاعلان لمده شهر واعطيني 1000 ريال عليه، هاي واحده من الطرق. اما الكوست بير 1000 اللي هو بيعتبروا ال1000 هي وحده العد، يعني انه قديش بكلفني ال1000 كليك. هي بتعتمد على الكليك، انه ال1000 كليك والله ب 50 ريال، فممكن انا اشتري مثلا 5000 او 10000 كليك ونتحاسب عليهم، او بير كليك على الكليك الواحده ممكن تحاسبني، او بير اكشن اللي هو لا بنرجع نشوف الاكشن شو هو، يعني هل تم شراء انا بحاسبني بس فقط على الشراء. في واحده كمان حتى جوجل تتبع هذا الموضوع، انه انا بحاسبك فقط على اللي ضغطوا على الاعلان واجوا على الموقع واشتروا، اذا تم الشراء فعليا انا بحاسبك وبعطيك، اما غير هيك لا، ما في حساب. وهي طبعا تكون غاليه جدا يعني. كمان في هاي البرايسنج. اما في اونلاين ريفينيوز موديل اللي هو سيلز كان بي دايركتلي كورليتد، اللي هو فقط انه يعني انه في عندي اونلاين ريفينيوز اللي هو العائد فقط من الاونلاين، فهي ممكن انه احنا نحسبها او نعتبرها ناخذها بعين الاعتبار. يمكن الصوت كان واطي. اما بينما لما يكون عندي اونلاين واوفلاين ريفينيوز، انا هون ما بقدر دائما اعرف قديش العائد من الاعلان، لانه احيانا بحط اعلان وبيجي بيشتري هو اوفلاين الشخص، مثل ما بصير مع مكتب جرير المثال اللي اخذينه. هون انا صعب اني انا اعرف قديش تم عمليات شراء من وراء الاعلان، لكن بشكل عام ممكن انا اشوف مقارنه مع مبيعاتي بدون اعلان وباعلان، ممكن اعرف الفرق وشوف قديش نتيجه هذا الاعلان. In general online marketing more expensive on CPM basis but more effective. يعني عم بقول لك انه بشكل عام اغلى بالكوست بير 1000 او ال CPM
بس يعني له نتيجة أفضل لما تقول أنا بدي حاسبك على الألف كليك. هذا هو السي بي ام اللي عم نحكي عنه. طبعا هدول النسب اللي حكينا عنهم من شوي بالماتريس او الماتريس اللي حكينا عنهم، انه انت بتشوف النسب وعلى اساسها ممكن تعدل بقرارات معينه بناء على الحمله الاعلانيه تبعك او طريقه عرضك او الاسعار، نسبه التسعير، اللويالتي الى اخره. The website as a marketing communication tool. The website نفسه. Effective use requires اللي هو اني انا استخدم الويب سايت نفسه للتسويق، لكن لازم انه يكون عندي بعض الاشياء حتى استفيد من هذا الموقع في التسويق. اول شيء لازم يكون appropriate domain name، يكون مقبول او يعني سهل مناسب، ما يكون اسم الموقع تبعي طويل وبحيث انه يعني ما يتذكروا الناس. بروبر ويب سايت ديزاين، لما كمان لازم يكون ديزاين تبع الويب سايت اللي عندي كمان مقبول وجميل، يعني بحيث انه يكون انتراكتيف اتراكتيف وجذاب. سيرش انجن اوبتمايزيشن، الاس اي او اللي هو جدا مهم، انه انا بحيث هي عمليه بعملها انا بالويب سايت تبعي، بعمل له اوبتمايزيشن بحيث انه انا اجذب او يطلع اسم موقعي في محركات البحث بحسب كلمات معينة يتم البحث عنها. طبعا لازم تسجل ب search engines محركات البحث، keywords in website description، احط keyword جذابة او مفيدة او بتتعلق بالويب سايت تبعي بحيث انه انا احصل على اكبر عدد زوار. الميتا تاجز اند بيج ليتل بيج تايتل كيوردز، كمان هاي طرق تسمية ومعلومات انت وإدارة محتوى بتحطها بموقعك بحيث انك انت تستقطب اكبر عدد من الزوار، يظهر موقعك في محركات البحث. لينكس تو اذر سايتس، ممكن انت كمان تكون مرتبط بمواقع اخرى او موقعك بيحول لمواقع اخرى او مواقع اخرى بتحول لموقعك، بحيث انه مثل ما حكينا قبل شوي اللي هو فارم، بصير الويب سايت فارم بحيث انه تزيد عدد النتائج انتو او عدد ظهوركم سواء بالبحث او في المواقع الاخرى. الويب سايت فانكشناليتي، عم نحكي عن الفانكشناليتي تبع الويب سايت اللي هو المين فاكتور ان افكتيفنس اوف انترفيس. اهم شيء اللي هو كان يكون عندك فيه يوتيليتي وايزي تو يوز، سهوله الاستخدام ويكون ملائم مناسب، يكون فيه عال شغال بالفانكشنز اللي انا بدي اياها، ما يكون صعب او يكون فيه مشاكل. كمان عم بيقول لك التوب فاكتور ان كريديبيليتي اوف ويب سايت، اهم العوامل انك انت يكون الويب سايت تبعك كريديتابل، يعني فيه مصداقية او موثوقية للويب سايت، انه يكون شكله بشكل عام بيلعب دور كتير مهم. لما يدخل على موقع بحس شكله مو احترافي، بحس الشركة اللي وراه مو احترافية، فبالتالي بفقد مصداقيتي بالمنتج اللي عندهم اياه. انفورميشن ديزاين وستراكشر، كمان طريقة عمل العرض المعلومات والستراكشر تبعها، والانفورميشن فوكس، يعني قديش مركزة على بعض المعلومات وتركز المعلومات اللي فيها، هاي كلها هاي مهمة. وهدول 3 تعدادات نركز عليهم. ممكن اسألك شو التوب فاكتورز ان كريديبيليتي اوف ويب سايت، شو الاكثر 3 اهم اشياء بيعتمد عليهم لمصداقية او موثوقية الويب سايت؟ هن اهم شيء المنظر وطريقة بناء المعلومات وكمان المعلومات نفسها وتركيزها. Of first time user, organization is the key. For return user, information is major factor. يعني لأول مرة أنت بدك تزور الموقع الـ organization اللي هي طريقة التنظيم وطريقة العرض هي المفتاح، ولكن مشان أو ممكن الـ organization نفسها هي اسم المنشأة واسم الشركة هو نفسه مشان الزيارة، لكن مشان يرجع المستخدم مرة تانية لعندك، information أو المعلومات اللي أنت عارضها هي المهمة، لأنه ممكن أنت تكون شركة كبيرة والموقع تبعك سيء ومو ما فيه معلومات المستهلك أو المستخدم.
عم يحكي لك عن الفاكتورز اوف كريديبيليتي. هو حكينا باول 3 فاكتورز، لكن في عنده فاكتورز ثانيه مثل مثلا طريقه الاعلان تبعك، كمان اللي في عندك الرايتنج تون، كيف انت طارق او اسلوبك في الكتابه وعرض المعلومه. السايت فانكشناليتي كمان بتلعب 8% 8.6، انه ما تكون الفانكشنال، انه بالويب سايت يكون فيها اشكاليه او بيكون يعطي ايرور او صفحات ما تفتح. الكاستمر سيرفيس، الخدمه العملاء، الباست اكسبيرينس، التجارب السابقه الى اخره. لكن هن هدول اهم 3 شغلات ممكن ان نحفظهم. نحفظ زياده مثلا يقول لك عدد لي 5، اللي هو الكومباني المنتج، المنتج والانفورميشن يوزفولنس والانفورميشن اكيورنسي، دقه المعلومات وقديش مفيده هاي المعلومات الى اخره. عم نحكي هون عن الويب سايت ديزاين فيتشرز ذات امباكت اونلاين بيرشيز، شو العوامل اللي كمان بتاثر على الشراء من الموقع. الكومبايلينج اكسبيرينس اللي هو شرحه، هو انه بروفايد انه المحتوى تبعك يكون انتراكتيف، تفاعلي، مسلي، مفيد كمان يعني فيه مفيد او بيحود على الاهتمام، ممكن يكون فن، مرح او سهل الاستخدام، مرح للاستخدام. الاديتوريال كونتنت كمان اللي هو بروفايد هيلبفول كونتنت اوبينيونز اند فيتشرز اوف سبجكتس انترست اوف فيزيتور، يعني انك انت يكون محتوى قابل للاضافه او للتعديل من خلال انك انت تضيف اراء المستخدمين، ريفيوز، الاراء والمشاركات، التقييمات للمستخدمين. فاست داونلود ايتمز، انك انت يعني كمان سهل سرعة فتح الصفحات وسرعة الداونلود أو اللي هو عرض الصور والأشياء المطلوبة والمعلومات. Easy Product List Navigation، سهولة استعراض الأصناف والوصول للصنف المعين. Few Clicks to Purchase، ما عاد أنا أضغط 20 عملية لحتى أوصل للبرشيز. طبعا الكاستمر تشويس ايجنتس اللي هو ريكومنديشن ايجنتس كونفيجريشن هيلب تو كونسيومر تو ميك كويك اند كوركت تشويس، اللي هو في بعض المواقع بتحط لك ريكومنديشن من ايجنت معين، من والله هذا الويب سايت او هذا المنتج مثلا ينصح به من قبل مثلا مثلا مجله تقنيه معروفه عم تنصح بجوال معين، فينك تحط هاي ريسبونسيفنس اللي هو بيرسونال ايميل ريسبونس، اللي هو مجرد ما انا اعمل عمليه مثلا تحصل يوصل لي ايميل انه كونفيرم تمت العمليه، والله تم التعديل عليها، تم الشحن الى اخره. هي كثير مهمه. 1800 فون كابابيلتي شون اون ويب سايت، يعني مثلا انك تكون، طبعا احنا ما عندنا ال 1800، عندنا ال 800 او ال 800 رقم تليفون موحد، مثلا تورجي انه في عندك رقم تليفون موحد، هل ديسك مشان تستقبل مكالمات الى اخره. هيك بيكون الشابتر 7 انتهى. اللي عنده اي استفسار يا ريت ما يتردد. يعطيكم العافية.